جامعة الكفيل من الجامعات العراقية الأهلية المجازة والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تابعة إلى هيئة التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة. تمنح الجامعة شهادة البكالوريوس ضمن اختصاصات كلياتها المختلفة والامتيازات كافة لحامل الشهادة كحق التوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة ومواصلة إكمال الدراسات العليا داخل العراق وخارجه. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.